ازيكم يا حلوين في قناتي، ويا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين البوكسز عماله تكتر وتكتر وتكتر، والموضوع هيخرج من ايدي. مش عارفه هقدر افتح الحاجات دي امتى واظبط كل حاجه امتى. فلازم ابتدي، هو لسه في بوكسز تانية هتيجي وهفتحها معاكم. بس خلينا نبتدي شويه، نفتح شويه دلوقتي مع بعض. يلا نبتدي ويلا نفتح. اول ايتم معانا ده معجون سنان بالفحم والكوكونات اويل عشان يبيض السنان. دي بقى اللي انا اتوقع عليها ايه عرض يجنن. دي بالفحم، معجون سنان بالفحم. كان هو اصلا $10، نزل على اللايتنج ديل $6.50. وانا قعدت بعمل سوايب كده للصور، لقيت ان هو في عرض ان هو يجي معاه واحد تاني هيبقى فري. هو اصلا التاني $10، وده $10 يعني $20، بس انا دفعت بس $6.50 زي ما وريتكم في الصورة. فكان عرض ده ممتاز جدا. دوت اي جل حلو قوي. مامتي جربته وقالت انه حلو، فأنا هجربه وأقول لكم. وده الآي جل، أنا جبت منهم 2. تفتحوا كده إيه زي جيلي شوية، إحساسه حلو، مش هيضايقك تحت عينيكي. ده زي مسلسل كده اسمه مانك. ماي هازبند قال لي حلو، فقلت نجيبه ونشوفه. دي مخده بتحطوها وانتوا نايمين، عايزين نجيب لكم بالطريقه دي عشان بتساعد انك رجلك تبقى مرفوعه وبتساعد انك تنامي بطريقه صحيحه. كل حاجه هكتبها في الديسكريبشن بوكس، كل اللينكس، كل حاجه جبتها هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس للي يحب يجرب حاجه منها. دي كريسمس جيفت برضه حلوه. دي ممكن تعمليها بها كابتشينو، هوت شوكليت، لاتيه، ماتشا. ليها ثلاثة مود، ممكن تعمليه ورم هوت، ممكن تبقى تسخني فيها اللبن، اللي هي اللبن اللي بتحطيه تسخن ويعمل رغاوي، تعملي بيه كابتشينو، تعملي بيه whatever. A very nice item، ممكن تستخدموها as a gift في الكريسماس أو في النيو يير أو whatever. It's a milk frother، بتعمل اللبن، اللي هي بتعمل اللبن رغاوي. هو عامل زي المج. دي حلوة، هدية حلوة جدا للناس اللي بيحبوا القهوة. هنا مكتوب هيت، ممكن كمان بتسخن وبتعمل الرغاوي بتاعت اللبن دي. هي اهي شايفين فيها دي. وده الشحن بتاعها، دي بتتوصل بالكهرباء كده وتتحط فوقيها. اوكي، والبوكس التالت هنا فتحته، في مخدات جبتها قريت عنها الريفيو انها حلوه قوي. هما 2، ودي شكلها. انا فتحت واحده عشان اوريكم شكلها. It's really nice. في واحده لسه مقفوله، بس هي عايزه تاخد وقت بس عشان هما كانوا ضاغطينها جامد عشان يفتحوا البوكسات دي. زي لقيتهم برضو على سيل، حلوه قوي. ليف عادي ممكن تستخدميها، انا بقى الليف دي ممكن استخدمه في تنظيف مثلا الحوض، انضف بيه حاجه، بيبقى حلو قوي. وهنا بقى الكاستر اويل، اختي استخدمته، اختي شعرها جميل قوي بتستخدمه على طول، فانا قلت ممكن استخدمه احطه في شعري. في ناس بتعمل
فرمشها وكده، بس انا سمعت ساعتها انها خطر عشان لو دخلت جوه عينيكي وكده، ف يعني انا مش هحط فرمشة، انا هحطه في شعري. ف لو عايزين الطريقه ازاي ممكن ابقى اعمل لكم فيديو مخصوص. اوكي، كل اللينكس هتبقى موجوده في الديسكريبشن بوكس. اوكي اوكي يلا نشوف الحاجه الثانيه. نشوف البوكس ده بقى فيه ايه. البوكس ده عندنا ايه؟ طبعا انا اكيد نسيت هنا. ده انا بحب قوي الايلاينرز، فانا جبت الايلاينرز دول من ميبلين من امازون، يعني very nice، قريت عنهم ريفيو كويسة فقلت اعجبهم. شوف هنا في ايه. هنا السولار سبوت لايت بتشتغل بالسولار، يعني طول اليوم هي بتاخد الشمس وبالليل هي بتنور، يعني انتي مش محتاجة كهرباء ولا حاجة خالص، هي بتشتغل بالسولر، فحلوة قوي تتحط في الباك يارد. هوريكم شكلها. هي لسه بقى هفتحها و... هي بتتحط بره في الباك يارد، بس خليني افتحها لكم عشان تعرفوا انا بتكلم في ايه. انه بيتحرك 360 درجة، شايفين؟ احنا هنحطه في الارض مثلا، وهو دي السولار بانل بتاعته، دي طول النهار بتاخد الطاقه من الشمس وبالليل بتقدر تنور من غير كهرباء ولا اي حاجه، فدوت حلو جدا، موفر للكهرباء وجميل ومعاملي وكل حاجه. انا شايفه الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، شكلها كمان جميل. زي ما انتم شايفين هنا بقى ده في ايه، في شرابات كده للجل، الوانها حلوه قوي وعجبتني. طبعا 100% قطن، جميله مريحه، قريت عنها يعني كل الكلام ده، لسه مكتوب انتهيت. جبت الليمه دي، اتس فاين لاين دراوينج بن، انا بحب قوي الرسم، فالوانها جميله وشكلهم رقيق قوي، فقلت لازم اجربها. شيل الليمه دي جبتها، انا بحب شويه الون وكده. هو تعالوا نجرب مثلا، نجرب ايه، نجرب البينك مثلا. I love you all. Very nice. شايفين خطه حلو، سنه رفيعه جدا. Very nice. السن it's a 0.4 millimeter. أنا عندي كالسيوم نون البيزو خربيزو، فجبت دوت it's a Caesar. أكل دوت حلو قوي. هما 36 وحدة، عبارة عن فليمينيوم بس بالبيكن، وتشيكن تشيكن بالبيكن، وسلو كوك تشيكن وفيجيتابل دينر. So it's really nice. لو طبعا عندكم كلب بيبقى حلو قوي انك تجيب لهم حاجة زي دي. It's really nice, really easy. And what else? Let's see this one. It's called Build Life. الحلو فيها انها بتشجعك طول اليوم انك تشربي ميه، يعني مثلا الساعه 7 يقول لك good morning، 9
لغايه يعني انت هتشربي الصبح لازم تشربي اللي هي جود مورنينج دي، وبعد كده الساعه 9 بتفكري يو هاف جوت ات اوكي. فبعد كده 11 يقول لك ريمبر يور جول 1 ذاتس ات، 3 keep drinking، 5 no excuses، 7 a little bit more، 9 well done. So بتكيبي motivated during the day انك تشربي مية اكتر وكده. انا عندي مشكلة ان انا مبشربش مية، ومبشربش مية طبعا يعني بجد dehydrated وبجيلي صداع وبتعب، ببقى دايخة، ببقى ما عنديش اي energy، فبحتاج ان انا اشرب مية، والمية مهمة جدا، وسامعين في كل الدنيا ان المية اهم حاجة. يعني دي hopefully انها تشجعني ان انا افتكر يعني اشرب مية during the day. حلوة قوي وكبيرة، تقدر تبطل الجيم، تقدر يعني تشرب طول الوقت طول اليوم، فجميلة جدا. هحط لكم طبعا كل لينك كل حاجة، مش تعملوا لي سبسكرايب وشير، وتعملوا شير للفيديو دوت، تسعدوا الناس اللي معانا او اللي بيتفرجوا علينا انهم ايه يشوفوا الحاجات دي، لو تعجبهم يجيبوها. جبت دوت عبارة عن 16 فيت دبل تيب، انا بحط دبل تيب، بحط اكتر من دبل تيب عشان يعني ببوظ الحتة قوي، فبحط دبل تيب الزق الحاجة اللي انا عايزاها. حبيته اول ما شفته، قلت يعني الحاجة 16 فيت حلو قوي. جبت دي زي بتاعت ملح وفلفل، بتتكي عليها تنزل الملح والفلفل، او ممكن تطفي من الملح يعني لو في فلفل خشن اعملي كده تبقى شغاله. هتحتاج منك 4 حجرات دبل اي كل واحده، ف يعني عشان ايه بس نبقى عارفين. اوكي خليني نقرب الايتمز كده عشان نشوفها. دي بتاعت الملح والفلفل زي ما قلت لكم. هي كده بتشتغل بحجارة دبل اي، هتحتاج كل واحدة هتحتاج 4 حجارات، وبتتك عليها كده تنزل تجراوند مثلا الفلفل وتنزل. الايتم ده هو 60 بليون بروبايوتيك، اتس فروم فيزيشن تشويس، حلوه قوي استخدمته. هو في 30 كبسوله يعني تقدر تستخدميها شهر، فانا جربته وعجبني جدا، لو تحبوا تجربوه ممتاز. اسمه فيزيشن تشويس. My favorite 60 million probiotic، مهم جدا، حسيت انه بيساعدني كتير اني اهضم كده. ونكمل تاني في وقت تاني.